القرآن المغربي الذي يا الله في القرآن ذكر ذو القرنين مغربي وكان يحكم العالم ومسألة منزله في مراكش اليوم يزور ما علاقة ذو القرنين بالأزمة بين الجزائر؟ ذكر ذو القرنين مغربي وكان يحكم العالم ومسألة منزله في مراكش اليوم يزور ما علاقة ذو القرنين بالأزمة بين الجزائر والمغرب يا يوسف؟